دكتور محمد الفيد، كيف يمكن لنا أن نختار أواني الطبخ الملائمة لصحتنا بعد أن تركنا أواني النحاس والطين التي كانت جداتنا يستعملنها في طهي الطعام؟ وكيف نستخدم هذه الأواني دون مخاطر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأواني لما تغلي الماء مثلا في الألمنيوم، هذا الألمنيوم كيعطي أكسيد الألمنيوم اللي كنسميوه الألمين. هذا الأكسيد هو من أخطر الكيماويات بالنسبة للكلية، ومن أخطر الكيماويات بالنسبة للمعدة، لأنه يكبح أنزيم البيبسين. ولذلك الناس اللي كيطبخوا في الألمنيوم لا يهضمون. إلا تستعملت مثلا باش يسلقوا فيها الناس البيض ولا يديروا فيها شي أشياء، ماشي مشكل، ولكن باش تكون مباشرة متصلة بالأكل فهي خطيرة جدا. وفي المغرب عندنا هذا المشكل ديال أكسيد الألمين، لأن في أمريكا القانون الأمريكي ما كيسمحش بالأواني ديال الألمنيوم، ولكن كيسمح بالكاغيط ديال الألمنيوم، بالتلفيف في الألمنيوم، وكيسمح بالكانيطات، هذوك العلب القصديرية هذوك ديال الألمين. بعض المرات ما تيكونوش من الألمنيوم خالص، تيكون من تيتان، حيت كاين معادن أخرى بحال الزنك والتيتان. وكاين أواني، يعني في المغرب كاين أواني كثيرة من هذا الأمالغام ديال التيتان وديال الزنك، اللي حتى هي غادا تزيد سمومية أخرى، للمعادن السامة هي الرصاص والألمنيوم والزنك، وداخل فيه التيتان حتى هو داخل في المعادن السامة. كاين الزئبق الميركور، هذاك الزواق اللي كنسموه في المغرب الزواق، كاين الزئبق طبعا هذا كيديروا غير الناس ديال الصياغة، ديال الصياغة الذهب والفضة، ملي كيستعملوا هذا الميركور. يعني والاحتكاك ديال الأغذية، الاتصال ديال الأغذية بالأواني كيجعل الأغذية تهضم أو لا تهضم. الناس خصهم يعرفوا هذه المسائل، لأن كاين الناس كيتصلوا دابا بلاتي يقول لك أستاذ أنا كنطيب زيت الزيتون، عندي أشياء كلها بلدية كل شيء، ولكن شوف الأواني باش كطيب، ما كينتبهش لبعض الأشياء البسيطة. فهذا هذا السيدة اللي قالت كنحكوا هذيك الكوكوت ديال الألمنيوم، كتحك الكوكوت الألمنيوم بهذاك الحلفة ديال الحديد قوي متين، اللي كنقولوا له يعني كيتلاقى الحديد مع الألمنيوم، ولا عندنا أكسيد الحديد مع أكسيد الألمنيوم، غادي يولي عندنا خطر. هذيك الكوكوت ملي كتحك ولو تغسلها 70,000 مرة لا يمكن. نحن في السينيتيك ديال عندنا واحد لوبيراسيون اونيتير تنقريوها المهندسين، سميتها نيتواياج ديزانفيكسيون، قراوها المهندسين. علاش؟ لان المهندسين كيخدموا بلينوكس، كيعترفوش بالاواني الاخرى، كنسموها نيتواياج ديزانفيكسيون. هذه كنسموها السينيتيك، هذه السينيتيك باش تكون تساوي صفر، يعني طون فير زيرو، ما كايناش الطون فير، ولكن ما عمرها تكون صفر، يعني من التركيز ديال هذيك الماده اللي سمتها هي ماده سامه، غير اكسيد الالومنيوم غادي تاكسد، لا يمكن توصل لصفر، حتى ولو بس توصل لصفر خاصها تغسلها حتى ليوم القيامه، من هنا وهي تغسل حتى ليوم القيامه عاد توصل صفر، يا ما عمرها غتوصل صفر، يعني ولو غسلتها 60 مره لا يمكن، يعني دائما يعني نعم. وهذا هو الخطر، والخطر ماشي في الالومنيوم بنفسه، الخطر في في الاستعمال ديالو، الممارسات اللي كيديرها يعني. وبقدر ما حكيناه، بقدر ما كنزيدو لا حكته يوميا غادا تسمم اطفالها يوميا، والتركيز اللي كيحتاجوه الاطفال باش يتسموا ماشي هو التركيز اللي كيحتاجوه الناس الكبار. ولذلك كتلاحظ النساء ان الاطفال مابقاوش كيهضموا، ولا تماش عندهم الشهيه، ولا كيتبولوا في الفراش، ولا الوزن ديالهم ناقص. نعم، تسممات جايه ماشي غير من الاكل، من الاواني برا، جايه حتى من طريق من الاواني، وغنشوفوا في طرق الطبخ غادي يكون ادهى، غادي يكون الامر ادهى في طرق الطبخ، هنا العيالات ولاو كيديروا الطبخ السريع. فهاد المعادن اللي قلت انا، كاين حتى معادن عندها طلاء، من المواد السامه اقصى سموميه هي هذاك الطلاء ديال هذوك المعادن اللي كنطبخوا فيها، غير هو الصانع كيتبتو، كيكون هذاك ثابت ستابيليزي، كيكون لاصق بحال هذاك يعني. نعم، ليس في اي مشكل بشرط ما يتقرعش، كنكونوا حنا كيجرح. نعم، ملي كيجرح كيلاحظوا الناس على البلاصه ديالو كدا تصدي. هذوك المعادن الان الصانع يصنع اواني من نحاس، يبقى نفس المعمل، نفس المسائل، نفس الفرارن وكل شيء، عوض هاد المعادن يصنع نحاس. بالعكس، حنا خصنا نصدروا اواني ديال النحاس للعالم، لان العالم كله الان كيتكلم على الطين وعلى النحاس. دكتور، النحاس غالي يا دكتور في المغرب، ما عرفتش انا، حنا كنتمنوا نطبخوا فيه ولكن غالي. نعم، ولكن غادا تشريه مره واحده في حياتك. ولو غادي يبقى على طول. نعم، غادي يبقى. انا هذيك الصينيه والقصعه والمهرس ديال الوالده ديالي باقين، اللي تزوجت في 1916 ما شاء الله، مازالين عندي ما شاء الله، يعني مازالين عندي. مثلا المهرس غادي، المهرس ممكن يبقى 7 قرون وثمانيه القرون، المهرس ما عنده ما يضيع فيه. غير مثلا بحال الطنجره تبقى، والمهرس خاصو يكون، لان شي واحد يشراو شي اله ضوئيه. نعم، علاش لا تكون اله ضوئيه،
ولكن يكون المهراز، ولكن كنظن المهراز احسن احسن واحلى فعلا. المرام اللي كتكون تدق في المهراز كدير واحد الرياضه ديال الرياضه، ويعني حتى ذاك الصوت ذاك الطنين ديال المهراز عنده كيعطي واحد الجماليه فعلا. فالإنسان عرف كيف يعيش، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش، فلا إله إلا الله. يعني ذاك السرعة الحياة ولات في كل شيء، حتى السرعة ديال باش يدقوا البزار، حتى السرعة باش يطبخوا، حتى السرعة باش يأكلوا. يعني هذا خطير جدا. فهذا الأشياء اللي قلت أنا من الأواني داخلة في هذه المسائل. والعلماء يعني أبوا أم كرهوا، شاءوا أم لم يشاءوا، سيجدون الحقيقة القرآنية رغم أنوفهم. وأنا أقول دائما أنا موجود، أنا مستعد، بسم الله. تبغوا نديروا حوارات، بسم الله أنا مستعد، ما كاينش مشكل، نديروها على أي فضائية عندهم، حتى في موريال ولا في باريس ولا في فرانكفورت ولا في طوكيو، احنا مستعدين. بغاو البحث العلمي، بغاو التراكيز، بغاو المختبر، بغاو اللي بغاو، احنا موجودين معاهم. علاش ما بغاو؟ يعني هذاك الطاجين ملي كيكون ملس كيملسوه بواحد الفيرني، بواحد الصباغه كيملسوه بها، هي كتسهل التملاس، هذا فقط. كيملسوه هذيك المادة فيها البلومب، نعم فيها الرصاص، ماشي غير الرصاص، فيها حتى معادن أخرى، ولكن هذاك الرصاص يعني لا ميغراسيون ديالو باش غادي يدوز الأكل، هو غادي يدوز الأكل، ولكن هذاك التركيز ديالو نفسه نفس الزجاج. ما معنى الآن هاد الناس الأوروبيين ولا الأمريكيين اللي كيقولوا بأن الطاجين ما علاش؟ لأنهم ما كيصنعوا الإينوكس وكيصنعوا المواد الأخرى الحديثة، يعني اللي دابا طرحوها في السوق واللي هي باهظة الثمن ولا يقدر على أي أحد. السيدة قالت لنا الطرنجرة ديال النحاس غالية، ولكن راكين أواني عندها هي في مدينة الدار البيضاء، يعني لا يمكن أن تتصور الثمن ديالهم، ما غاديش يقدر عليهم الإنسان درويش، لا لا يمكن. نحن نتكلم على الإنسان اللي كيعيش بوسائل عادية، ما فيها بس يشري طاجين ب 10 دراهم ولا 20 درهم ولا حتى 30 درهم إن شاء الله، يشري خمسة الطواجن كاع يخليهم عنده، إلا تكسر واحد يبقى الآخر. كاين دابا أفران ديال الغاز ديال الحديد، هي أفران ديال الغاز ديال الحديد، علاش ما تكونش ديال الحديد؟ ما كاينش مشكل. ولكن ديك اللي كيسموها اللاطة، هذيك داك البلاطو داك اللي كيحطوا فيه الحلوى والخبز وكذا، كيدخل الفرن، ماشي غير كيدخل، كيكون مسخ ومصدي، كتكون فيه كروت بعض المرات، يكون مصدي ومسخ، والمراه كتغسل ثلاث ايام بعد كدوز فوق منه الزيت. اكبر كارثه هي جميع النساء، ما عرفتش انا شكون اللي قال هذا الشيء، ما عرفتش انا منين خارج هذا الشيء هذا، علي يمكن برامج اخرى ربما كتمشي في اتجاه اخر. انا كيقولوا لي عملوا بابي الومنيوم عاد عملي الطبيخ ديالها، يعني انا يعني ربما يكون هذاك اللاطه واخا ديال القصدير ولا الحديد، ربما يكون الاداه ديالها اقل من الاداه ديال هذاك الكاغيط ديال الالومنيوم. مع الاسف الشديد هذا التعليب الان في الكاغد ديال الالومنيوم، كاين بعض النساء ملي كيكوغطوا هذاك الدجاج ولا كيكوغطوا اللحم في الالومنيوم ولا شي حلوى ولا شي حاجه، العاد بالهم راه حاجه راقيه، راه معاملوا مع واحد الشيء، يعني راه يعني مساله صحيه. يعني هما الناس الان ولاو ما شاء الله كيخافوا من الجراثيم، الجراثيم ما بقاش عندنا مشكل معها في العالم، ما بقاش مشكل ديال الجراثيم ابدا. كاين بعض التسممات الطفيفه، انسان بعض المرات كل شي حاجه ولا شي تقيه ولا حاجه، ولكن ما بقاش عندنا هذا حمى التيفويد والمالاريا والمسائل هذه الاخرى، ما بقاش الان ولا مسائل كيماويه. الان التسممات الكيماويه هي اخطر بكثير من التسممات الجرثوميه. التسمم الجرثومي غادي يصيبك، غادي تاخذ دواء لمده اسبوع تبرا، لا يكون حلاقم ولا يكون تسمم، يكون معده ولا امعاء ولا حاجه ولا تيفويد، غادي تاخذ الدواء يعني غتبرا. ولكن التسممات الكيماويه ما عندهاش العلاج، ليس هناك علاج للتسممات الكيماويه. كاين النساء الان يعني كيتعاركوا مع صحتهم ليل نهار، كاين اللي عندها غير تساقط الشعر كتضارب باغا تنوض الشعر بزز، ما ينوضش الشعر لك، انت عندك تسمم لك، انت كطبخي في الالومنيوم من المستحيل ينوض لك الشعر، ما ينوضش لك الشعر، لان الطبخ في الالومنيوم والطبخ في هذه المسائل هذه. كاين امريكا الان مختبرات الاوروبيه ماشي الامريكيه، لقاو بان هذاك حمض الطيفلونيك اللي كينجي من ديك الماده الطيفلون اللي كيصنعوا منها بعد الاواني اللي ما كتلصقش، قالوا بعض العلماء بان هذاك حمض الطيفلونيك ربما يسبب بعض انواع السرطانات. المنشور الان المنشورات كاينين في الانترنت، ولكن الانترنت ما ناخذوهاش ثاني بقوه، يعني ما نمشيوش ثاني على اللي لقيناه في الانترنت صافي نسلطوا على الناس. ان كاين ابحاث منشوره حول هذا حمض الطيفلونيك، اذا تكون حمض الطيفلونيك اذا تكون اثناء الطبخ فهو كيعطي سرطان البنكرياس وكيعطي حتى سرطان المخ. ومع العلم ان الكل كيستعمل هذوك يعني الاواني ما كتلصقش داك الشيء، علاش عندنا في المغرب كاين البديل وما عندناش مشكل، غير النساء واش غادي يقتنعوا بذاك الطبخ طويل الامد؟
يعني حسب الوقت ما نظنش ولكن علي يعني نرجعوا لها الناس حنا لبغينا الى عيلة 10 في 15 في الاثر يكون عندنا بعدا نقصوا الامراض الاطفال حنا دابا اللي بيناهم الاطفال ماشي الاطفال كيتسموا بسهوله نكملوا الاخت فاطمه اللي سالت من الدار البيضاء الا بغاو الناس يحكوا المعن ماشي الالومنيوم حنا ما كنتكلموش على الالومنيوم كنتكلموا على الطين والنحاس فقط والاينوكس عليهم اللي بغى يستعمل الاينوكس يستعملوا لان الخطر ديالو اقل من الالومنيوم ومن المعادن من الطفلون كانوا المغاربه كيعملوا واحد الحبل واحد الشريط هذا ديال الدوم وكانوا كيحكوا به ربما شي واحد غادي يقول لك هذا تخلف لا ابدا الان هاد الحياه البيو الناس اللي راجعين دابا للطبيعه هذا ولاو الان كيصنعوا هاد الاشياء من نبات هاد الحكاكات ديال النبات ولاو كاينين والنساء كانوا كينظفوا غير بداك القلوبات الدوم كانوا كيتنيهم وتينظفوا بهم الاواني هذا ملي كيتحك هذا المعدن بالنبات ما كيديرش ما كيجرحش ما كيديرش اكسيد هذا ولذلك شوف ان هذه المسائل كانت متقدمه من قبل اكثر من الان.